مقصود بالكوميتيشن. لو افترضنا ان احنا ناخذ ثمنين تاعت السورس، ثمنين تاعت السورس شو لازم يظهر معها؟ اندكتنس، او بطريقه اخرى اي كونكشن، اي كونكشن لازم يظهر معها سيلز اندكتنس. اي سيلز بالدنيا مش هي اندكتنس، ذاك اللي الليكج اللي كنا نحكي عنه. فدائما او براكتيكالي في اندكتنس. هاي الاندكتنس اللي موجوده مباشره شو راح تقيد؟ الكرنت تاع السورس. ليش راح تقيد الكرنت تاع السورس؟ لانه الكرنت تاع السورس راح يمر بالاندكتنس. شو معنات الكرنت بده يمر بالاندكتنس؟ يعني دائما الديريفاتيف بتاعته موجوده. شو بده يكون الكرنت؟ كونتينيوس. قبل ما نضيف الاندكتنس كان الكرنت تاع السورس ببلش من زيرو طلع للفاليو، وبعدين لما بصير الدايود اوف برجع زيرو، صح؟ هذا الشيء غير مقبول الان، لا هاي ولا هاي، لا الفولينج ولا الرايزنج، الاثنين مرفوضات. ليش مرفوضات؟ لانه الاندكتر ما بسمح بهيك كرنت. شو المشتقه هون؟ انفينيتي. ونفس الشيء هون، فبالتالي الكرنت شو بده يصير؟ بده يصير اكسبوننشال. ما راح يكون شارب هون بهاي الصوره، بس ايديالي خلينا نتقبلها من الكتاب. نفس الشيء الديكاينج ما راح ينزل مباشره هيك. ليش ما راح ينزل هيك مباشره؟ بسبب وجود الاندكتنس تاعت السورس. وجود الاندكتنس تاعت السورس، لو حبينا نبسط المساله اللي عندنا وناخذ اللود هايلي اندكتيف، شو حكينا انه اللود؟ شو معنات كلمه هايلي اندكتيف؟ اللود اولموست ريبل فري. شو يعني اولموست ريبل فري؟ يعني الكرنت اللي هون ثابت دي سي. ففرضا لو حكينا انه هو 5 امبير، 5 امبير دي سي، يعني رسمه ال 5 امبير دي سي كيف راح تكون؟ حمسحها كمان شوي اللي هو هيك، صح؟ هذا مين؟ الاي لود. هذا الاي لود كم قيمته؟ زيرو. 5 امبير، تمام؟ ليش هيك افترضنا انه الكرنت بيور دي سي؟ لانه اللود هايلي اندكتيف، سواء بالتشارجنج ولا بالديسشارجنج، يعني لما بتكون بس هاي السيركت شغاله او هاي السيركت شغاله، هيك الكرنت لود كم قيمته؟ 5 امبير اللود كرنت. الان لما احنا شغلنا الدايود، احنا ما شغلناه، هو الدايود دي 1 اشتغل لوحده. لما اشتغل لوحده شو صار معنا؟ دي 1 اون. اول ما صار دي 1 اون شورت سيركت، هل التيار راح ينتقل؟ هل الكرنت راح ينتقل من 0 ل 5 لاي نوت مباشره؟ ولا بيطلع سموث، صح؟ فمثلا هون بده يكون 1 امبير. فلو افترضنا انه هون في 1 امبير وهون في 5 امبير، هاي في هون 5 امبير، اجباري كم التيار اللي هون؟ عشان هون اوبن سيركت زيرو. شو عرفك انه اوبن سيركت؟ مش احنا قلنا دي 1 ودي 2 ايام ما كان فيش اندكتنس. الان في بكيرشوف الفولتيه اللي على الدايود شو هي؟ فولتيه هاي ناقص فولتيه هاي، صح ولا لا؟ الفولتيه اللي على الاندكتر شو راح تكون في هاي الحاله؟ ماينس 4 عكس فولتيه السورس، عكس فولتية السورس، ناقص فولتية السورس. لأنه هاي الخمسة أمبير، من وين أجت الخمسة أمبير؟ واحد من هون، واحد وأربعة من وين؟ شو معنات أربعة أمبير من هون؟ يعني هذا فورورد. فورورد، يعني هذا شورت سيركت. شورت سيركت. فنسألها بطريقة ثانية. الريزستر واصلها خمسة أمبير. واحد أمبير جاي كإنرجي من السورس، وأربعة أمبير جاي كإنرجي، من وين؟ من الاندكتر. مش الانرجي الاندكتر بده يفرغ الانرجي اللي فيه في هذا المود؟ فلما يفرغ، صح هو مر فيه 5 امبير، بس هذول ال 5 امبير من وين جايات؟ 4 امبير من هذا الباث، وكم؟ 1 امبير من السورس. طيب كمان شوي راح يرتفع الامبير، كم راح يصير؟ مثلا صار 4 امبير، صرنا 4 امبير، فهذا 4 وهذا كم قيمته؟ 1. لما ترتفع عندنا الفولتيه، او سوري السورس كرنت، السورس كرنت يوصل عندنا ل 5 امبير، 5 امبير، هذا شو حيصير؟ اوبن سيركت لوحده، اوبن سيركت. واضح؟ فمعناته هاي اللحظه كفولتج شو خلت لنا الدايود اللي هون؟ اوبن.
طب قبل ما يكون دي 2 اون، قبل هاي اللحظه هون، اللحظه هاي دي 2 تحول لايش؟ لا اوف. قبليها شو كانت السيركت عندنا؟ بس هاي السيركت كانت شورت سيركت محل الدي 2، هاي الدي 2 شورت سيركتد. ودي 1 ايديالي هو كمان برضو شورت سيركتد. وشو عندنا كمان؟ اندكتر وسورس، يعني فولتيت السورس زائد فولتيت الاندكتر شو بتساوي؟ زيرو. فولتيت السورس زائد فولتيت الاندكتر شو بتساوي؟ مش هيك كيرشوف؟ عارف انه في هون ار والا، بس هاي كيرشوف اللي اخذناها هون، معناته فولتيت الاندكتر شو حتكون؟ ناقص فولتيت مين؟ السورس. ناقص فولتيت السورس في هذا المود. واضحه ولا لا؟ دي 1 ودي 2 بلاش كانوا فورورد. نعيد من الاول. هذا السؤال دي 2 متى بيصير اوف؟ لما بكون ريفرس. جواب تافه صح؟ متى بكون ريفرس؟ لما بتكون الفولتي اللي هون بوزيتيف. بوزيتيف فولتي. صح ولا لا؟ طيب في البداية، في البداية في كارنت بده يمر من هون ولا لا؟ لحظة يعني تخيل معي هاي ساينوسودال، هاي ساينوسودال عندنا هون في البداية فولتيت السورس كم؟ زيرو. أولا بتصير فولتيت السورس بوزيتيف، زيرو الإلكترون. إيش اللي راح يصير؟ هذا بالنسبة لنا حيكون فورورد شور. صح؟ أو ولا لا؟ لما هذا صار فورورد شو صار بالدايت اللي هون؟ شو الفولتي اللي عليه؟ فولتيت السورس ناقص فولتيت الاندكتر. صح؟ الآن السؤال، هل هذا دايود اون ولا اوف؟ مين اللي بحكم؟ كيرشوف، لانه كيرشوف حفظ الطاقه. قلنا في البدايه مثلا مر 1 امبير، مش مباشره بدايه الكرنت كم كانت؟ زيرو. بس بعد فتره وصل 1 امبير. لما وصل 1 امبير هل هيك سيركت ممكنه ولا لا؟ الاول اولا ليش يمر 1 امبير؟ لانه هذا دايود فورورد. عند هاي اللحظه او يعني عند الزيرو ماينس دي 2 كان اون ولا اوف؟ كان اون. لانه كان في عندنا الباث اللي بفرق فيه الاندكتر، صح ولا لا؟ فكانت الفولتيه اللي هون شو مالها؟ زيرو. في الزيرو ماينس. في الزيرو بلس شو صارت الفولتيه اللي هون؟ بوزيتيف. شو عرفنا انها صارت بوزيتيف؟ احنا دخلنا بالبوزيتيف هاف سايكل. اه ولا لا؟ قولي انا ما بحبش اشرح لحالي. طيب بعدين الدايود هذا صار اون، الدايود صار اون بحكم الفولتج دروب، فالكرنت تاع السورس بده يبلش ينمو. ليش كلمه بده يبلش ينمو؟ مش الكرنت تاع السورس بده ينتقل ل 5 امبير على طول؟ وجود الاندكتر، الاندكتر لازم يكون سموث ترانزيشن، فبالتالي راح يطلع اكسبوننشال. لما مش شرط يعني، المهم بده يكون في عندنا سموث كرنت. فالواحد امبير هاي اللي راح تمر منطقيا، صح هذا الكلام؟ قلنا اللوح بده 5 امبير فرضا، 5 امبير. هاي ال 5 امبير اللي معنا من وين اجت؟ من السورس ومن الاندكتر. تفريغ الاندكتر لساته فاليد. ليش تفريغ الاندكتر فاليد بالنسبه لنا؟ لانه غير هيك كيف 1 امبير بتساوي 5 امبير؟ طب من وين جبنا انه هذا 5 امبير؟ highly inductive load. شو يعني highly inductive load؟ يعني ribble free. ideally ribble free. طب إذا ما كانش ribble ideally free شو بده يكون مثلا؟ يتأرجح حوالين 5؟ مثلا 4.8 يعني 5.2. أنا ناخذ 4.5 عشان نخالف عبد الرحمن ل 5.5. ماي يعني من البداية حيمر كرنت فيه ولا لا؟ فرضا في أسوأ حالة في لحظة البداية كنا عند الأربعة ونص. طب هذا جاينا 1 امبير، وين يجي التيار الباقي؟ بيكون الباث تاعه من وين؟ من هون. مش مبدا حفظ الشحنه هي هون؟ ولا لا؟ فبالتالي بيمر التيار هون كم مقداره شباب؟ 4 امبير. 4 امبير، انسى ال 4 ونص هاي خلصنا منها. بس احنا لو اخذنا ايديال بيكون 5 امبير بيمر من هون 4 امبير. مش هدفنا ال 4 امبير انها 4 امبير، شو هدفنا؟ انه دي 2 ستيل اون. ودي 1
برضو اون في نفس الوقت. شو اللي عوالهم زي هيك انه اثنين اون في نفس الوقت؟ وجود الاندكتر اللي خلى الكرنت يرتفع شوي شوي. صح؟ نعم. اربع امبير الجاي من دي 2. انت مش لازم تسأل الاربع امبير من وين جاي، الخمسة امبير من وين جاي؟ خمسة امبير جاي من السورس، من ال... سوري من الاندكتر. يعني تعال يعني فترة لا لا يعني ناخذ الحالة الأسوأ. انتم متضايقين على 4 امبير. لو لما كنا بالنيجاتيف هاف سايكل، بالنيجاتيف هاف سايكل هون، بالنيجاتيف هاف سايكل شو كانت السيركت؟ هذا ريفيرس صح داخلين، وهذا لوحده، فكانت السيركت شو هي؟ ار مع ال. تتقبل انه في هاي اللحظه 5 امبير ماشي هون ولا ما بتتقبلش؟ ولا لا؟ لأنه هو discharging current، بده ينزل الكرنت زي ما حكينا من 5.5 لـ4.5، مع أنه هذا ريبل عالي. هذا كم؟ 20% ريبل. مش واحد الريبل كم؟ 5.5 ناقص 4.5 واحد على الريت الكرنت مثلا 1/5، يعني 20% ريبل. فلو افترضنا هذا الكرنت احنا قربناه صار ايش؟ ايديال، انه ريبل فري. كم صار عندنا؟ 5 أمبير. فاحنا متقبلين انه في خلال النيجاتيف هاف سايكل اللي هي لما بيكون هذا اوف وهذا اون، شو عندنا لود كرنت كم مقداره؟ 5 أمبير. مين اللي جاب لنا هذول ال 5 أمبير؟ الانرجي اللي ستورد وين؟ بالاندكتر. الان هاي الاندكتر اللي كانت تعطينا 5 أمبير شو عملت؟ خف الحمل عنها. ليش خف الحمل عنها؟ لانه اجاها 1 أمبير منها. فشو راح تعمل هي؟ ماشي، اجاني 1 امبير وانا كنت قادر انتج 5، الان ايش؟ ننتج 4. بمر هنا مثلا ال 4 امبير اللي حكينا عنهم، برجع باللود. باللود كم؟ 5 امبير. تمام؟ واضح ولا لا؟ طب بعد هيك شو حيصير؟ راح السورس يصير يعطي اكثر، الاندكتر طبيعي بده يصير ايش؟ هو بينتقل من مرحله الديسشارجنج للتشارجنج. تمام؟ مرورنا من مرحله الديسشارجنج للتشارجنج بده يمر بالزيرو كرنت، انه كونتريبيوشن تاعه هون. كم الكونتريبيوشن تاعه في هاي الحاله؟ 4 امبير. انا بحكي مجازا عشان نقرب الفكره. كمان شوي السورس راح يزيد الكونتريبيوشن تاعه، مثلا يصير 3 امبير. كم الكونتريبيوشن تاع الاندكتر؟ 2 امبير. بعدين شو حيصير؟ هذا 4.5، هذا كم؟ نص. بعدين شو حيصير معنا؟ كل السورس، كل اللود كرنت من وين جاي؟ من السورس كرنت. يعني ايش؟ احنا هسه كومبليتلي ايش؟ تشارجنج مود. لمين احنا بنحكي؟ عن الاندكتر. ولا لا؟ تمام شباب؟ طيب تفضل. لسه كوميتيتر غير عن الكوميتيشن. الكوميتيتر اللي درسناه بالماشينز اللي هو ريكتيفاير بس ميكانيك، صح؟ ذاكر؟ بس احنا هون لا، لسه ما كملناش. احنا لسه بنحكي عن المود اوف اوبريشنز. زمان بدون وجود الاندكتر كم مود اوف اوبريشن كان يكون عندنا؟ انسى وجود الاندكتر اللي هاي، لو كان شورت سيركت يا اما دي اون ومباشره هذا شو بيكون؟ اوف. او اذا الفولتي صارت سالبه هذا بيصير اون، فاجباري هذا شو بيصير؟ اوف. هذه هاي شرحتها كثير ولا ما شرحتهاش؟ طيب الان وجود الاندكتر شو خلالنا؟ نعيش لحظة اللي هي لحظة نمو تيار السورس. هاي نمو تيار السورس ما وصلش لانه كل تغذية اللود منه، صح؟ شو معناته؟ انه هذا اون وهذا اون، الاثنين اون. هاي كوميوتيشن. اللحظة اللي ننتقل فيها من دايود اون، كنا بس دي 2 اللي بتغذي اللود لما كان هذا شورت سيركت لوحده، والسورس اوف، مش السورس اوف، دي 1 اوف. هذا مين اللي كان يغذي اللود على، مش دايود بيغذيش احنا عارفين، بس عن اي باث كان بغذية اللود؟ عن طريق دي 2. ننتقل لمين؟ انه دي 2 كومبليتلي اوف، والباور وين تنتقل؟ لا دي 1. فهيك احنا عملنا ايش؟ كوميتيشن. انتقل من باث لباث. مين اللي كان كوميتد معنا؟ دي 2. وانتقل الكوميتمنت لمين؟ لا دي 1. الترانزيشن هذا شو بنسميه احنا؟ الكوميتيشن. تمام ولا لا؟ اكيد وضحت. فكم مود اوف اوبريشن عندنا؟ 3. مره هاد اون وهاد اوف، مره هاد اون هاد اوف، مره ايش؟ الاثنين اون. لما الاثنين اون شو الميزه؟ انه فولتية السورس بتساوي فولتية الاندكتر، بس واحد موجب واحد. لا متساويات، مش موجب وسالب، سنتين متساويات. فهمت؟ الكوميتيشن بتكون بس بال
بالمود الاولاني ما بعرف لما يكون اثنين اون اي بس هون ها يو عند الاثنين اون يا اما واحنا رايزنج باللود كرنت السورس سوري رايزنج بالسورس كرنت او فولينج بالسورس كرنت ماشي طيب هذا معناته كوميتيشن هاي المودز اللي عندنا تتوقع انا وياك شو وظيفتنا الان حتى نحلل هاي الدائره غير بوجود كل الفولتجز والكرنتس نوعا ما احنا جاوبناهم كلهم فولتيت اللود اسهل شيء شو فولتيت اللود اكشوالي تقريبا دي سي تعال شوف فولتيت اللود فولتيت اللود كم فولتيت اللود في هاي الفتره في هاي الفتره مين الديودات اللي شغالين دي 1 دي 2 سريعا دي 2 اون كم فولتيت اللود زيرو بعدين خلاص انتقلنا الكوميتيشن اللي حكينا عنه مين اللي هون شغال دي 1 هون الخمسة امبير كلياتهم اخذناهم من وين السورس خلاص انتهت المرحله فهون لغايه هاي اللحظه مين الاون دي 1 دي 1 اون مظبوط فدي 2 اوف مدام دي 2 اوف هذا اوبن سيركت صح الفولتيت اللي هون مش نفسها فولتيت السورس أو بتشبه فولتيت السورس فهايها بتشبه فولتيت السورس طب فولتيت الاندكتر وين راحت؟ التيار ثابت مش تغير الكرنت كونستانت فكم الفولتيت على الاندكتر في هون في هاي الفترة فولتيت الاندكتر وينها؟ شو هاي الفولتيت اللي هون؟ هاي فولتيت الاندكتر شو عرفنا زيرو؟ نحن الكرنت شو كان؟ كونستانت هنا في فولتية على الاندكتر؟ yes. موجبه ولا سالبه؟ موجبه شو عرفك انها موجبه؟ ماشي increasing بس انا بدي اياها بالسيركت كمان شو عرفك؟ هاي عندك سورس كيف هذا المود هاي عندي الاندكتر هاي بلس ماينس في ال صح؟ وهي بلس ماينس في اس شو عندي؟ دايود شورت ودايود شورت صح؟ مظبوط كيفي اد اس تساوي وين في ال فهيك فولتيت السورس في هذا المود موجبه ولا مش موجبه موجبه نفس فولتيت مين اللود الاندكتر سوري ولا لا هي بالماينس انه لو كانت هاي بلس ماينس بلس ماينس او الثنتين ماينس بلس ماينس بلس هي نفسها يعني مش اني انا بدايه المحاضره حكيت شيء وهسه عكسه حسب البولاريتيز اللي انت ماخذهم ها بس احنا فولتيت السورس كيف بناخذها معها فولتيت اللود اي شيء باسف كيف بناخذ فولتيته الكرنت داخل بالبوزيتيف على اساس انه باسف ساين كونفرج طيب دي 2 بكون شغال لحاله تحت بدايه الديكريزنج لسه ما خلصت ايش خلينا نكملها هون قلنا بعد هيك بعد هيك شو صار عندنا تيار بدايه فولتيت السورس صارت صفر شو يعني فولتيت السورس صفر يعني هذا الاخ اللي هون شو بيصير فيه جاهز يطفي بس من 5 امبير من 5 امبير عند الباي من 5 امبير عند الباي ينزلوا ال 5 امبير فجاه مين اللي منعهم من ينزلوا فجاه الاندكتر بتاعت السورس فراح ينزلوا شوي شوي هسه بالعكس الكوميتمنت دي ينتقل من مين لمين احنا كوميتد مع مين كنا قبل هاي مين الكوميتد دايود او سويتش مين دي 1 ننتقل لمرحله جديده لمين انه دي 2 لوحده انتقالنا من دي 1 لوحده لدي 2 لوحده شو بده يكون بالنص دي 1 ودي 2 شو مالهم الثنتين اللي الكوميتيشن اللي احنا حكينا عنه تمام اكيد عمر شو وظيفتنا بدنا نشوف هاي الفتره اللي فيها الكوميتيشن لنحسبها بعد دي 1 وقبل دي 2 لحاله اون هنا ايوه هاي فتره هذا كان هذا 5 امبير بالبدايه وهذا كم كان زيرو صرت طلع بعدين هذا شو بده يصير 4 ببلش هذا ايش يصير 1 ينزل هذا ل 3 تمام هذا شو بيصير 2 هاي واضح طلع معي هذا تيار مين دي 2 تيار دي 2 بده يبلش يكبر يكبر بس مباشره اول ما بلش دي 2 يمر فيه تيار شو معناته فولتيت اللود كم زيرو فولتيت اللود شو معناها زيرو الفترة هاي نسمع الفترة هاي بدنا نحسبها بدنا نكتب قوانينها عشان نطلعها هاي الفترة لأنه إحنا يفترض مش متوقعين إنه تو دايودز يشتغلوا مع بعض هذا ليش صار هيك الحركة لأنه إحنا ايديالي أهملنا الإندكتنس تاعت السورس صح أي سورس مع إندكتنس
اي جريد بالعالم مش اي سي تو دي سي. الجريد اللي هي شركه الكهرباء ملهاش ثيفنن. لها ثيفنن. شو يعني لها ثيفنن؟ لها اندكتنس. احنا افترضنا عشان نسهل المساله على حالنا انه الكرنت تاع اللود مش الفولتيه تاع اللود. الكرنت تاع اللود. اما الفولتيه تاع اللود هاي شكلها. هاي رسمناها هون. ايش اللي صار؟ يعني بس عملنا تيمينج لهون لهاي الانترفال وهاي الانترفال. ليش هذول الانترفالز ظهروا معنا؟ لانه تو دايمز كانوا كوميتد معنا. تمام؟ او شباب. لا تعال نفكر سوا انا وياكم شو ميزه هاي الانترفال حتى نقدر يعني كيف بدنا نحسبها؟ كيف بدنا نحسبها؟ تيار انا بدور على تيار دي 2 متى بيصير صفر او ولا لا صح؟ احنا ننتقل ل 5 امبير مثلا من هون لهون. شو يعني انتقلنا ل 5 امبير هون؟ لما صرنا 5 هاي ال 5 امبير شو معناتها هاي ال 5 امبير؟ في ال اس تساوي زيرو سورس دي 2 انسى انه ضبطت الاس 2. بحكي بدنا نطلع الكوميتيشن فتره الكوميتيشن شو كيف شو ميزه الكوميتيشن. بلشنا من دايود مثلا دي 1 تيار صفر وانتقلنا لمتى دي 2 صار التيار صفر او دي 2 كان تيار صفر يعني كان اوف لغايه ما مين اللي صار اوف هاي فتره الكوميتيشن. مش هيك معناته الكوميتيشن؟ انتقالنا من باث باث من خلال باور الكترونيك سويتش لنيو باث. هاي الفتره اللي ترانزيشن شو سميناها؟ الكوميتيشن. ماشي. طيب نشوف الماث بسرعه ان شاء الله تكونوا جاهزين له. هاي السيركت ما تغيرش شيء وهي الريزلتس اللي احنا طلعناهم قبل شوي. الان لو كانوا الاثنين اون الاثنين اون شو راح تكون فولتية الاندكتر؟ نفس فولتية السورس صح؟ حكينا عنه. الآن النكست ستيج متى راح نوصلها؟ لما التيار اللي هون شو يصير؟ دي سي. التيار اللي هون دي سي معناته الفولتية اللي هون شو راح تكون؟ زيرو. فتيار السورس كيف نطلع تيار السورس؟ كامل. بدنا نكامل فولتية الاندكتر لأنه تيار السورس هو نفس تيار الاندكتر. ف القانون كلكم بتعرفوا VL شو بتساوي؟ L DI by DT صح؟ بس كم التيار اللي هون؟ IS. في مشكلة؟ طيب انقل هاي على الطرف الثاني وخذها كامل صح؟ ماشي؟ عشان كامل بالنسبة لأوميجا لا نقسم على أوميجا ما في شيء جديد. كاملنا من 0 ل T لأوميجا T كاملة وطلع معنا تيار السورس كرنت. طلع معنا السورس كرنت هيو. وين لحظة الكوميتيشن؟ لما دي 2 شو بيساوي؟ اللود كرنت نقص السورس كرنت هذا دائما صح؟ هاي الاكسبريشن اللي هون. الان شو وظيفتنا؟ يا ننتقل ذاكرين شو حكينا قبل شوي؟ من 5 امبير لصفر لمين؟ مين ها هون من 5 امبير لصفر لمين؟ دي 2 لا دي 1 او من 5 امبير دي 2 لكم؟ لا 0 دي 2 دي 2 واحده منهم. فهي اي دي 2 وهي اي دي 1. الان لو صفرنا اي دي 2 لو صفرنا اي دي 2 كم اللحظه اللي بنصفر فيها اي دي 2 بالنسبه لهيك اكسبريشن بنكون غطينا كل فتره مين؟ اليو اللي هي لحظه البدايه صح؟ مش هاي نفسها برضو يو معي ولا لا؟ هاي كتبنا الاكسبريشن تاع دي 2 يعني الكتاب لما كتب هاي المعادلات اخذ اليو اللي هون ولا اليو اللي هون؟ لا هي صح نفس الشيء. انت يا بتاخذ الاكسبريشن تاع دي 1 وبتصفره يا اما دي 2 وبتصفره. هون تيار دي 2 بده ينزل للصفر. كتبنا الاكسبريشن هاي تيار دي 2 شو عملنا فيه؟ قلنا متى راح يموت هذا الكرنت؟ فطلعت معنا هاي المعادله اليو اللي هي الانترفال الاوميجا تي اللي احنا بندور عليها. فعوضنا هنا باوميجا تي معينه اللي هي اليو فطلعت معنا هاي معادله اليو. اذا بتلاحظ لما ظهر معنا اليو اليو شو اثر على الاوتبوت فولتج؟
قلنا احنا الاوتبوت فولتج كيف كان شكله زمان هيك صح في فري ويلينج دايركت فيش نيجاتيف فولتج الان شو صار معنا شبه الثايرستر يعني زي كانه بيشبه الثايرستر انه هون اوف اجباري اه هاي الفتره اللي هون حد الاوف بيريود اللي هون حتزيد الافرج ولا تقلله هتقلله لانه كانت هاي الاريا تخيل معي هاي الاريا كانت موجوده واحنا شلناها فالافرج فولتج شو حيكون زمان شو كان الافرج فولتج هاف ويف في ام على باي الان في ام على باي لو كانت الاكس اس زيرو في ام على باي حترجع في ام على باي بوجود الاكس اس مين الاكس اس اللي هي الاوميجا الاس اوميجا في الاس وجودها كل ما زادت اوميجا شو هي زادت اوميجا ما هي مشتقه التيار ذاكرين في ال و دي اي ال باي دي تي شو هذا السلوب اللي هون ال اذا ال زادت معناته احنا الكرنت مش كثير راح يتغير صح فبالتالي يفترض كل ما زادت الاكس ال اللي عندنا كل ما زادت الاكس ال اللي عندنا شو راح يصير معنا راح نحصل افرج اقل لانه راح تموت فتره اكثر حتموت فتره اكثر بحط ريستريكشنز اكثر على الفريكوانسي فعشان هيك هنقلل الاوتبوت فولتج وبالتالي الافرج كرنت الافرج باور كلها راح تقل معنا هذا مين اللي جاب لنا المصيبه هاي كلياتها الانتنسيتي طب هل احنا هذا ضفناه باي انتنشن ولا هو هيك موجود هو هيك موجود لوحده فلازم ناخذه بعين الاعتبار ليش قلت الكلام هذا لانه انت ممكن في المختبر ماخذ اي سي سورس اللي هو شركه الكهرباء الموصل المختبر مش من ريجوليتد فولتج سورس يعني انت اخذت من من شركه الكهرباء من البريز اللي عندك وشبكت السيركت طلع الاوتبوت فولتج مش زي ما بدك ليش طلع مش زي ما بدك لانه هذا الثيفرين تاعته شو في جوا هاي هذا اللي موجود جوا ال اللي هون لها دور ولا ما لهاش دور اكيد لها دور تنساش انه انت اذا عملت هيك تجربه بالمختبر او بالبيت انه لازم تاخذ الفولتج دروب هون بعين الاعتبار صح ولا لا لأنه الدايود حسب ما ذاكرين أنواع ذاكرين شابتر 1 كل نوع له فولتج دروب معين فأنت بتختار المناسب لشغلك طيب هيك تمام ولا في مشاكل في حدا بعرفش يوصل لهاي المعادلة من وين جت من وين هاي جت المعادلة من الإكسبرشن الإكسبرشن إحنا بلشنا من يو مش من زيرو ليش بلشنا من فترة اللي هو فيها مش من زيرو فترة اللي فيها فولتج على يو صح هاي الفترة احنا عارفين ان الاوتبوت كم زيرو بلش يلحق شكل السورس بعد اليو بعد اليو ما تبقى كله حكي عادي نرجع كمان مرة كيف طلعنا فترة اليو هاي قلنا يا بنصفر تيار دي 1 يا بنصفر تيار دي 2 اول فترة هاي مين التيار اللي تصفر اي دي 2 نزل للصفر فاخذنا المعادلة على اساس ان اوميجا تي رفرنس تاعها هون ها زيرو اوميجا تي هون موجود اوميجا تي بتساوي زيرو فاهتمينا بمين بالدي 2 صفرنا كتبنا الاكسبريشن تاعه بدوش شيء الاكسبريشن تاعه كرنت ناقص كرنت بعد ما صفرنا حسبنا معادلته برضه موجوده بالشيت مش راح تغلب يا هاي الصيغه يا هاي الصيغه والثنتين سوا طيب في شيء صعب في هذا الشابتر أجاني أسئلة بخصوص هذا الشابتر على أساس امتحانكم المحاضرة الجاي فمنهم سؤال كان يفترض يجي بالامتحان خلينا نشوفه سوا أنا وياكم وش لاحظ الكتاب هون وصل للمعادلة صحيحة بس البروسيجر اللي مشاه ما كانش صحيح كثير يعني فيفترض احنا كيف بدنا نحل السؤال هذا في اكثر من طريقة لحله بس كله واقف على التشين رول اللي اخذتوها بالكالكولس صح تعرف التشين رول يعني احنا يفترض هاي المعادلة ما حدش يجيب سيرة اوميجا تي هذا اي اوف ايش
هاي تي صح. والدي اللي هون جمالها دي تي. حكينا لعبد الرحمن قبل هيك ممنوع نكتب هون دي اوميجا تي ونقول زي بعض صح ولا لا؟ فبس سريعا انا وياكم نكتب اشي سريع. يفترض دي اي دي اي اوف تي على دي تي بتساوي دي اي اوف اوميجا تي على دي تي دي اوميجا تي دي اوميجا تي على دي تي. مش هاي التشين رول مظبوط ولا لا؟ بس اكيد. طيب فاحنا محتاجين هذا الشيء حتى نكمل حلنا باوميجا تي. اذا بدنا نشتغل بالتي برضه الحل موجود نكتبه سوا بسرعه. فهاي شو بتساوي ال سوري اوميجا اوميجا اللي هي هاي مش هاي اوميجا اوميجا دي اي اوميجا تي على مين؟ دي اوميجا تي. دي اوميجا تي فمعناته لو حبينا نكتب هاي المعادلة كمان مرة نقلوم اياها في ام ساين اوميجا تي اوميجا تي شو تساوي؟ اوميجا ال هذا بدي اشيله بس هذا بدي اشيله حيصير ايش؟ اوميجا اوميجا ال دي اي اوميجا تي على دي اوميجا تي صح؟ خلصنا زائد في دي سي زائد في دي سي. الان شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ بدنا نكمل بالنسبه ل اوميجا تي اوميجا تي نضرب كل شيء بدي اوميجا وننقل الفي دي سي على الطرف الثاني. لما ننقل على الطرف الثاني شو صفه؟ واحد على اوميجا ال في مين؟ دي في ام ساين ناقص اوميجا تي ماينس في دي سي شو تساوي هاي؟ هيك نقلت كل شيء صح؟ عفوا دي اي اوميجا تي صارت دي اي اوميجا تي اوميجا تي على اوميجا على دي اوميجا تي صح؟ ننقلها هون دي اوميجا تي بصير ولا بصيرش؟ الان خذ حدود التكامل زي ما بدك لان حدود التكامل من الفا لاوميجا تي. ليش؟ لانك انت بتكامل بس نوضحها اكثر. هاي انت بتكامل بالنسبه لمين؟ اوميجا تي. هاي دي اوميجا تي تساوي ايش قلنا احنا؟ دي اي اوميجا تي اوف اوميجا تي. الان خذ التكامل كامل من وين؟ من اوميجا تي 1 لاوميجا تي 2. احنا من وين معرف هذا اون؟ من الفا لاوميجا تي. فبنعوض بنكامل من الفا لاوميجا تي. هنا مش مشكله هتطلع معنا اي اوف اوميجا تي ما عندناش مشكله. ليش اي اوف اوميجا تي هيك؟ لانه عند الالفا كم انيشال كونديشن هي يفترض انه كامل برضه نفس الشيء. هاي تطلع معنا من الفا لاوميجا تي. عوض اي اوف اوميجا تي ناقص اي اوف ايش؟ اي اوف الفا. بس اي اوف الفا كم قيمتها؟ تروح هناك اي اوف الفا 0 تمام. فهذا صار الاكسبريشن اللي معنا اللي هو واضح معكم اطلعوا معي في ام على اوميجا ال في ام على اوميجا ال شو تكامل الساين؟ كوساين ناقص كوساين صح؟ هاي الترم الاول ظاهر معنا. هذا الترم هي الماينس موجود بس شو ساوي بالماينس؟ يفترض اوميجا تي ناقص الفا خلاها الفا ناقص اوميجا تي في دي سي على اوميجا ال. فواضح هيك حلينا مشكلة غلط الكتاب او عدم وضوح الكتاب ولا لا؟ لو حبيت برضو لانه هذا عادي انا كنت والله هنا واجيبه بالامتحان لو لنسأل وعادي بعد ما ينسأل بجيبه بالامتحان بدك توصل لهاي المعادلة. احنا قلنا الهدف انك توصل للاشتقاق بس بالامتحان معكش وقت تشتق ولا تحفظ غلط. فشوفي شيت علشان تطلع شيت مفيدة يفترض تعرف تشتق بس بتطلع عليه علامات انه بس اشتق وشكرا لك. لو بنشتغل بالنسبه لتي حنمسك هاي المعادله على طول. كيف راح نكتبها؟ ننقل كل شيء على الطرف الثاني نرتبها على طول انا وياكم. شو حتكون؟ واحد على ال شباب واحد على ال في في ام ساين اوميجا تي ناقص دي دي سي دي تي شو بتساوي؟ دي اي اوف تي. نفس الشيء كامل بس من وين لوين؟ من t equal 0 لا ايش t1 شو t لا t شو اي t بالنسبه لنا ثيتا على اوميجا. احنا كنا اوميجا t جديده صح؟ ف t شو حتكون ثيتا على اوميجا 1 على اوميجا
اللي انا بقى ثيتا اللي انا بعرفهاش المجهولة خلينا نحكي اللي إز... احنا كنا بنكامل لغاية اوميجا تي شو حنكامل 2 باي على تي 2 باي على اوميجا صح فهذا التكامل راح يظهر معك شو فيه هون من التكامل لانك انت بتكامل دي تي شو حيظهر في المقام اوميجا اوميجا اللي ظهرت معنا هون والتعويض اللي هون راح يظهر كمان مرة الفا وايش كمان اوميجا تي فبس راح يختلفوا معك مين حدود التكامل وانت بتكامل بالنسبه لاش الثنتين راح يعطوك نفس الجواب انا هيك هيك الفصل الماضي لانه اول مره درست الفصل الماضي هيك هيك اشتقيتهم كلياتهم بالطريقتين انا ما بغلبكم مش بس اهم شيء طريقه الكتاب خلينا نعتبرها خطا كان الامتحان يستخدم نشتق ولا يستخدم الشيت لا لا شيت الا اذا كان السؤال اشتق اه تمام طيب ايش في كمان شيء كنا نراجعه بالنسبة لشابتر 2 ممكن تجيب سؤال من الشابتر نفسه ولا قلت عنده قلنا شابتر 2 examples أو بشبه examples في سؤال ثاني اللي هو الـ الريبل الريبل قبل ولا بعد بعد في بار 2 ولا بار 2 قدام السلايد كان هون قدام لا انت فوق سريع يعني هلا برتو قدام السلايد هون هلا رب اللي يفعل سوا انا وياكم ميت السؤال هذا بس بشكل سريع احنا قلنا افترضنا انه اللود هايلي اندكتيف شو عرفك انه افترضنا انه اللود هايلي اندكتيف مبين انه ريبل فري صح بس هل معناته معوش ريبل لا لانه عنده الطاقه ما بزبطش انه ما يكونش معاه ريبل مش قلنا انكريزنج وديكريزنج كرنت ما بزبطش بس احنا بنقربه انه ما فيش كرنت ما فيش معاه ريبل في هيك حالات الدلتا اي الدلتا اي مش قلنا هي نفسها اثنين I1 من بحكم ايش اثنين I1 ذاكرين الفولتيل بتاعت اللود قلنا هاي والنون فانكشن مولد على اثنين زي ايه على الجنرال اكسبريشن تاعها صح الترمز اللي هون الساين شو راح نعمل فيهم نحملهم ليش نحملهم لانه هاي الاندكتف صح ولا لا فصفى معنا انه الفولتيل هاي الافريج هاي بالنسبة لمين؟ الربل يعني هاي لو حبينا أنا وياكم نرسمها هنحسب في أم على باي ونرسمها وبعد هيك شو نرسم معها؟ ساين ويف هاي الساين ويف كم البيك تو بيك كم البيك تو بيك نبيونه من هون في أم صح ولا لا؟ البيك كلياته كم؟ البيك تو بيك في أم تمام؟ هذا شكل الاوتبوت كرنت راح نقربه هذا تقريبا احنا عارفينه هو مش ساينوسويدال انكريزنج ديكريزنج اه فهو هيك شكله المعنى اذا قربنا المساله لريبل فري او هايلي اندكتيف بس بهمنا مين الفيرست كومبوننت دي ام معك فالفولتج ريبل اللي هون معك ولا مع مش معك كماجنيتيود معي طب اذا قال لي انه الكرنت كيف بدي احسب الكرنت الكرنت ريبل كيف بدي احسب الكرنت ريبل الكرنت كيف بنحسب من الفولتيه على في على زد في على زد اه مش على ار في على زد لانه لو على ار ما مش محتاجين هذا الشغل كله دغري بنحسب الارمس وبنكمل حلنا على طول من الاكسبريشن الكرنت كيف بدنا نحسبه في ان اي ان داخلين على زد ان مش هيك كنا نشتغل الآن هو حكى لي highly inductive فبنقدر نقربه أنا وياك إنه هو إيش Vn على مين على Xn صح ولا لا طيب إيش يعني على Xn على 2 by n l صح ولا غلط by n f في f أي f اللي لها هون طيب ال Vn أي Vn بي هاي معي ولا لا الان الكرنت في هذاك السؤال نرجع له الفرع الاخير من السؤال شو عمل
أعطاني إنه الريبل كم مقداره؟ 1% و10% 10% بس 10% بالنسبة لمين؟ بالنسبة للآي نوت. هاي النوت آي يعني 10%، هاي 10%. شو تعني يا مصطفى؟ ركز معي فيها ضروري. دلتا في آي دلتا آي نوت مش فولتج، لأنه قلنا الريبل في الكرنت على مين؟ آي نوت. على آي نوت مش دلتا آي نوت تساوي 10%. دلتا آي نوت على مين؟ على آي نوت بتساوي كم؟ 10%. فإحنا بمعنى عندنا دلتا آي نوت. من وين جبنا دلتا آي نوت؟ إحنا معنا آي نوت. من وين معنا آي نوت؟ أعطاني إياه بالسؤال. نرجع فرع ل... هاي السؤال كمان مرة للي ناسي السؤال، يعني افترض إنكم دارسين لأنه امتحانكم قرب. أعطانا إنه I of omega t، لكن لما قلنا الأفريج تقريبا نفسه الـ RMS كم قيمته؟ 13.5. من وين جبناه 13.5؟ VM على Y على قيمة الـ resistance، ذاكرين؟ طب ليش على قيمة الـ resistance مش على Z؟ ما يقولنا الـ average voltage هو نفسه الـ average voltage على الـ resistor، ذاكرين؟ مش هيك علقنا عليه؟ مش زمان. طيب فمعنى I note، معنى I note معنى مباشرة مباشرة دلتا اي نوت معنى ولا مش معنى؟ شو بيساوي؟ عشر هاي القيمة. الآن دلتا اي نوت شو بيساوي؟ 2 اي 1. شو هي اي 1؟ الماجنيتيود بتاعت الفيرست هارمونيك، مزبوط؟ طب في 1 معنى ولا مش معنى؟ شو بتساوي في 1؟ في مع 2. اي 1 معنى وفي 1 معنى، شو بيطلع معنا؟ زد 1 معنا ولا مش معنا؟ اللي قربناها هاي شو بتساوي؟ هاي زد 1 اللي 2 باي اف ان ما هي 1 اه في مين ال فريكوانسي معكم ولا مش معكم؟ 60 هرتز. وراحت معنا 60 هرتز. نعرف نحسب النيدد اندكتر حتى الريبل يكون 10% ولا ما بنقدرش؟ واضح السؤال هيك ولا مش واضح؟ طيب حد عنده استفسار؟ تفضل دكتور. بالنسبة للكنترول في الألفا مينيمم هذا الموضوع حكيت إنه بنقدر نطلعها عن طريق الواط. لا لا بربطها بالواط، إنه أنا أعطيك واط، ما دام أعطيتك واط أعطيتك أفرج باور، صح؟ مزبوط. الأفرج باور مش معناته بدي أحسب الأفرج فولتج أو الآر إم إس فولتج. الآر إم إس فولتج فانكشن أوف ألفا، صح؟ طيب ما دام فانكشن أوف ألفا يعني أنت أرجع أرجو، ليش بنقول إحنا تذوق الإكزامبلز؟ يعني رايح جاي ماشي دكتور. نعم. في سؤال فيه ابروكسيميشن لالفا ثلاث الزاوية، انا بدي احسب على النون لينير اكويجن بتطلع 48 على ابروكسيميشن بتطلع 81 ابروكسيميشن على بعض السنة. لا لا 48 واحد 48 وشو 80؟ لا معناته في شيء غلط موجود في واحد من السلايدات تحتمل من السي تحت شيء. اي سلايد؟ اتوقع هذا الواحد. هاي هون تحت استعمل ابروكسيميشن على اليمين تحت طلعت 89 على النون لينير اكويجن على الشمال طلعت 48. لا هاي الكيس غير، هاي الكيس هاي الكباستر بتاعت ال 100 مايكرو فراد وهاي الكباستر بتاعت كم؟ 10 على 3 ملي. فهاي كيس وهاي كيس ما فيش. طيب هلا هاي الابروكسيميشن لو استعملته قد بيصير؟ طلع انا مشيت شو بعطيك؟ الابروكسيميشن إن ناخذ معطيك الفول انفورميشن شو بتستخدم؟ الابروكسيميشن. انا بهمني تحفظ الابروكسيميشن اكثر ما تحفظ الاكزاكت، لانه الابروكسيميشن قلنا تعطينا ايش؟ دايركت انفورميشن. ها؟ ماشي؟ طيب شباب ايش ضل؟